السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. السلام سعد اليوم سبحانه وتعالى من سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 44 بعض المفاهيم الجديدة وبعض العوامل الجديدة. أولا، احتمال الآن تشاهدون خلفية جديدة أو توزيعة جديدة وغريبة. هذه توزيعة ديبيان الذي تم تطويرها كانت البنية الأساسية لتوزيعة كالي لينكس وتوزيعة أبونتو وسميت في عائلة ديبيان. ديبيان في المختصر مبني على نواة جينو لينكس. وهنا نشارككم الآن فيديو خاص في محمد الطيار، فيديو عربي يوضح لكم نظام لينكس وما معنى نظام لينكس، وأيضا فيديو أجنبي لمن أحب الاستزادة من المعلومات. الآن نبدأ في مقدمة قصيرة. ملاحظة: اعلم المشاهدة القليلة لا تدل أو لا تعني على أن المحتوى ضعيف وليس له موثوقية، بل المشاهدات القليلة تعني في هذا الوقت الحالي بأن الأشخاص ليست منتمين في هذا الشيء. الآن نبدأ في الأمر، وهو أمر عادي ولا نعلم ما هو. الآن للمشاهد ما هو، نقوم بكتابة what is عادي في أبسط شيء، نقوم بكتابة what is عادي applying real and effective user and group ID. لا أفهمكم في ترجمته، وذهب إلى جوجل ترانسليت أو بينج ترانسليت. الآن في المختصر ID يقوم في طباعة الـ ID الاسم والجروب والجروب ID. نشاهد، نقوم في كتابة ID. كما تشاهدون اليوزر وعدده ألف، أي رقم ألف أو رقم التسلسلي سرمد هنا، والجروب ID أيضا سرمد والتسلسل ألف، والجروب سرمد أيضا والتسلسل ألف. نشاهد الآن في سودو أو الروت، نذهب إلى الروت لنشاهد هل يتغير الـ ID. كان الـ ID user root وجروب ID root والجروب root. وهنا لا تتكرر الصفر، وهو يعني الروت الوحيد التي يأخذ الرقم الصفر أو التسلسل الصفر، لأنه هو مدير النظام. وفي الآخر نتشارك معكم اقتباسات خاصة في العالم الفيزيائي أينشتاين. ومع السلامة، ننصحكم بمشاهدة الفيديو.